احمد سلم هيقول رساله للمجتمع يخص التنمر. لا انا هقول حاجه واحده بس، حس بالاخر، مش الاخر البشر بس، حس بالحيوان. يعني انا كنت عامل حلقه عن الرفق بالحيوان، اكتشفت ان في ناس متقسمين فريقين، في ناس عندها احساس عالي قوي ان هو بيتخيل يا ترى الحيوان ده في البرد حاسس بايه، وفي ناس لسه شايفه ده كلب وايه ده كلب يعني. فمحتاجين كلنا نحس بالاخر، نحس بالحيوان، نحس بالناس، بالبيئه، بضحايا التنمر، حس بالاخر كده، لف زاويه الرؤيه، حط نفسك مكانه. هو انا لو الناس كلها بتضحك عليا، هو انا لو تخين قوي كده والناس بتسخر من جسمي هبقى عامل ازاي؟ وساعتها والله هتلاقي نفسك في ثانيه جبت رجعت لورا على طول وتراجعت عن ثقافه التنمر عامه.